جديد ديالي عندي واحد لا شونسون ديجا راني طلقتها ديال كرامتي ما تسمحليش شوفك غلطه ونقول معليش جامي نركع انا يلا وجامي نقول لك لالا. سمعنا انك كتوجد واحد الاغنيه مع تيبو بالعباس الجزائري، كيفاش جاك العمل؟ تيبو بالعباس فنان معروف يعني الناس تعرفو فوالا. يعني كيفاش جاك العمل معاه؟ واش مرتاح معاه في الخدمه؟ يعني كيفاش مرتاح جات الفكره هكاك وجات لوكازيون راني هنا في المغرب جات لوكازيون باش نخدم معاه استوديو ريدا طالياني فوالا. شنو الشغل تاعكم في الاغنيه؟ الكلمات ديال من الالحان ديال كلمات علاء بارولي الحان علاء بارولي. يعني تفاهمتوا في الخدمه؟ تفاهمنا في الخدمه. كيفاش جاك الاسم ديال بيروس؟ اسم ديال بيلو الصغير جا عند زكي السحار كنوجه له التحيه من هذا المنبر. جا عند زكي السحار فوالا. يعني كما كنعرفوا كاين اسم جزائري بشاف بيرلو. وي يعني واش كاين شباب بيناتكم في الشارع ديال بيرلو؟ بالك في السميه مي كلها والاتجاه ديالو فوالا. فوالا. ما بين الاغاني ديالك حققت نجاح كبير اللي هي مع زكي السحار. مع زكي السحار كاينه خلطه تضرب بالزوج، كاينه حذاري حذاري. فوالا كاين بزاف بزاف خدمنا بزاف. كنعرفوا زكي السحار مؤخرا بغا كيخدم مع مجموعه ديال المغنيين اللي معروفين في الساحه الفنيه، يعني واش زكي السحار يعني كيعاونكم بزاف؟ كيعاوننا زكي السحار في الاستوديو كيعاوننا مزيان. خلاطة تضرب بالزوج كلمات يزيد لا كولومب وهران نوجه له تحية ناس وهران فوالا وارونجمون زكي السحار استوديو ابراهيم بونغالو. ابراهيم بونغالو معروف في الساحة الفنية ميكساج خويا ما كاين ما نقول ميكساج توب. الكلمات الحان واش كيكون ضروري عندك شخص واحد يكتب لك ديما وكيحل لك ولا كاين مجموعة؟ لا ماشي شخص واحد، سا ديبون أغنية، كل أغنية عندها. مؤخرا خدمت مع بارولي بوشنافا محمد بوشنافا ولا خدمت مع دو شونسون كرامتي ما تسمحليش وخدمت معاه لا شونسون الثانية شكاما كاع اتفقوا راهم فينا ينافقوا فوالا كلمات مش نافع. تبارك الله عليك، شنو الرسالة تبغي توجهها للجمهور ديال الشاب بيروس؟ فوالا كنشكرهم بزاف وتسناو الجديد ونتمناو من الله نكونوا ديما في حسن الظن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.